بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات. واليوم إحنا داخل داخل محل دي 29 كاركير. كاركير محل ولا براش؟ لا محل. 29 كاركير. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقه ان نستضيف شخصيه مميزه داخل دوله الامارات. واليوم احنا داخل محل دي 29 كار كير، ومعانا السيد محمد الفاتح محمد عبدي. اهلا بك سيد محمد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بكم وبالقناه، ومنوريننا في المحل. ربنا يخليك، الشرف والنور لينا، ومتشكرين على حسن هذا اللقاء الطيب. الله يسلمكم. الله يسلمكم. طيب سيد محمد، فيك تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين مين هو السيد محمد الفاتح، وكيف كانت حياتك او تجربتك العملية داخل دولة الامارات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية انا مريت تجربتين عمليتين. الاولى كنت موظف، والتجربة الثانية زي ما بيقولوا رجل اعمال. فالفترة اللي تخرجت فيها من الجامعة، أنا بدايتي كانت إنه أنا جيت الإمارات وعمري 5 سنين في سنة 81. درست كل مراحل حياتي الدراسية في الإمارات، خلصت درست جامعة الإمارات اتصال جماهيري، تخرجت صحافة، داومت في جريدة الخليج تقريبا 20 سنة. أنا موظف في جريدة الخليج، عبارة عن محرر صحفي ونائب لمدير مكتب الجريدة في العين. الصحافة ادتني خبرة، تعلمت كيف تتخذ قرارك، كيف انك انت تشوف، يعني شفنا بعيوننا ناس من الصفر، بدت من الصفر وكبرت، واحنا كنا بمثابة اللي هم مراقبين بحكم تواصلنا معاهم، بحكم علاقتنا فيهم، وفي ناس كبرت وانتهت. فده كله خلاني انا في يوم من الايام انه لما اشتغل اعمل بزنس خاص استفيد من التجارب اللي مروا فيها الناس الاخرين. انا بالفعل التجارب اللي عايشتها في حياتي المهنيه كصحفي هي اللي نفعتني اني انا اوكي اتفادى كثير من الاخطاء. طيب سيد محمد، يعني ما شاء الله حضرتك بتقول اشتغلت في جريده الخليج وصحفي، ايه علاقه الصحافه بالسيارات بكاركير؟ ازاي عرفت توفق بين كل ده؟ خلينا في البداية أحكي لك إيه علاقة الصحافة بالكاركير. الصحافة لها علاقة في كل حاجة. الصحفي بيكون داخل بحكم يعني مهنيته، بحكم احتكاكه مع أكثر من مؤسسة وأكثر من قطاع، فالصحفي دائما بيكون عنده خلفيات وعنده يعني ملم، بعكس الوظائف الأخرى. ممكن يكون مثلا كمحاسب، لأنه افترض محاسب بيحاسب بيروح بيته، لا الصحفي كل يوم عنده أكشن، عنده كده. بس الصحافة ما لها علاقة بشكل مباشر بالكاركير. دي هواية، أنا عندي هواية من الله من وأنا طفل. أنا بعشق السيارات، بعشق السيارات، بعشقها بشكل جنوني، السيارات والطيارات. والطيارات. فالبزنس بتاعي كله عبارة عن هوايات كانت عندي، حاولت إني أنا أستفيد منها وأنمي نفسي فيها. وبعد كده انه ان شاء الله انه فتحت المحل. قبل ما افتح المحل قعدت افكر بيني وبين نفسي اي اتجاه اروح. عالم السيارات عالم كبير جدا جدا، عالم يعني زي البحر ما له نهايه. انت يعني لو تكلمنا عن السياره في حد ذاته، الانسان العادي بيعرف انه السياره عباره عن 4 أو 5 انواع مثل السيارات. لا، في سيارات رياضيه، والسيارة الرياضية في سيارة رياضية اكستريم، وفي سيارة رياضية مسلس، وفي سيبنا من عالم السرعة بتاع السيارات. في ناحية جمالية الناس بدأت تنتبه لها في الوقت الأخير، اللي هي جمالية السيارة، الشكل الخارجي والداخلي للسيارة. في ناس بتدفع ملايين عشان تلقى لون معين، وفي ناس بتدفع ملايين عشان تضبط الداخلية بتاعت السيارة. ف دي فكرتي كلها عبارة عن إنه أنا كيف أعمل السيارة قبل وبعد. وفي حاجات كثيرة إحنا بنعملها، مثلا يعني زي لنفترض إحنا بنشتغل سيراميك،
في ناس بتجي بتجيب سيارة متوقع انه السيارة دي خلاص سيئة ما راح تتصلح، احتياجاتنا نفترض صبغ و و و، لا بالعكس ممكن يوقف السيارة يوم يجي يستلمها، وسبحان الله 90% من زبائننا لما يستلموا سياراتهم اوكي بيكونوا مبهورين بالنتيجة ما شاء الله. طيب اللي حضرتك قلته ده واضح ان انت مش عندك بس هواية السيارات، ده عشق السيارات، واضح ان حضرتك هاويها لدرجة ان انت شغال عليها بشكل كبير، وده هيخليني ادخل معاك في سؤال تاني، ايه سر اسم دي 29 باركير؟ ليه اخترنا الاسم ده؟ يعني يرمز ليه؟ الاسم ده له سر كبير ما بعرفه غير اثنين. ايوه ان شاء الله احنا هنبقى تريد. صعب يا روحي صعب، لكن هو لا 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 الاسم يعني له معنى كبير عندي. اوكي له معنى. طب بيرمز لحاجه لبلد معينه؟ يعني انا مثلا مره شخص كان عامل اسم برضه كده غريب لوجو، بس بيرمز لمدينه هو بيستورد منها قطع غيار. شوف انا هختصر لك الموضوع، عندي بيرمز لمرحله عمريه معينه بس، ما حد ما حد اكثر من كده. طيب محل دي 29 كاركير ايه الخدمات والسيرفيس اللي هو بيقدمها؟ طيب احنا في المجال عندنا مجالين، المجال بتاع العنايه بالسياره. العنايه بالسياره مش انه انت تيجي تجيب سيارتك تغسلها وتقول انا عملت سيارتي وسيارتي حلوه، لا، في عندنا لا 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 السيراميك، عندنا السيارات نفسها بتجي اول ما تدخل عندنا السياره بتتقيم، تقيم حالتها، ونحن بناء على الثقه اللي بيننا وبين العملاء بتوعنا بنقترح عليهم، يعني يا احمد مثلا انت سيارتك محتاجه كذا 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 اوكي، على اساس انه السياره تطلع بالشكل انيق وتطلع بشكل محترم تمام، لازم نعمل كذا وكذا وكذا، فبنقعد مع العميل. ده جميع انواع معلش هقطع عليك، ده جميع انواع السيارات سواء سيارات صغيره او كبيره. السياره هي سياره بالنسبه لي انا، اي انسان في الدنيا دي عنده سياره هو بيحب سيارته، هو بيحب سيارته، فمهما كانت امكانياته ومهما كان نوع سيارته، احنا مو بنتعامل مع السياره على ماركتها او موديلها او نوعها، لا احنا بنشوف انه الشخص ده بيحب سيارته وعايز الافضل للسياره، احنا بنقدم الافضل. اوكي تمام، لكم التوفيق. طيب معلش كمل لي بقيه الخدمات. عندنا السيراميك، النظره اللي سايده انه السيراميك عباره عن ناحيه جماليه فقط، السيراميك لا غلط، السيراميك بتاع السيارات ماده مهمه جدا جدا. ليه؟ لانه هي بتحفظ بدء السياره من الاتربه والغبار وال كل الملوثات اللي في الجو، بالاضافه لان هي بتطيل في عمر الصبغ بتاع السياره وبتحافظ على الصبغ بتاع السياره، الصبغ بتاع السياره يشكل قيمه كبيره جدا من قيمه السياره، يعني لنفترض انه السياره انت اشتريتها وما حافظت على الصبغ بتاعها راح يبهت اللون، تطلع فيه علامات، تطلع بالفعل بتكون السياره شكلها قبيح. فاما لما تعمل السيراميك على السياره بس يعتمد وحط 20 خط تحت يعتمد ايه نوع السيراميك اللي انت تستعمله، المنتج نفسه، المنتج لازم يكون براند محترم، لازم الناس تعرف انه البراند ده اوكي ايه اللي بيميزه عن باقي البراندات اللي في السوق. السوق مليان انواع، السوق مليان انواع، بس السيراميك نفسه يعني محتاج ان ما بعرف اشرح لك اياه، الناس تبقى عارفه ايه النوع المعين لازم تسويه في السياره. وسبحان الله الان احنا الشباب اللي بيتعاملوا معانا في عندهم وعي، انا مبسوط جدا، يعني بيجيني الزبون اوكي بيكون عارف هو جاي ليه كيف، بيجي بيسالني بيقول لي انت الماركه دي بتاعت السيراميك عندك؟ انا افترض انا عندي ماركه فاين لاب، بقول له ايوه موجوده، قال يقول لي انا قعدت ابحث عن اقرب نقطه بيع للماده دي اكتشفت انه الوحيد اللي بيبيعها انت. طب هو ليه بحث؟ ليه لقى؟ ليه؟ انا ده وعي من العملاء، الشباب الجديد واعيين بيعرف، مش غشيم، فده اللي خلانا احنا لما افتح محلي
انه كل البراندز اللي انا اتعامل معاه تكون هي التوب، لان انا كده بحترم نفسي وبحترم زبوني. واي واحد عنده سياره اوكي يستاهل انه هو تحترمه وتحترم سيارته وتقدم له الافضل. طيب استاذ محمد، احنا ما شاء الله من ساعه ما احنا جينا المحل هنا هو صارح كبير قوي خاص بالسيارات والكاركير عموما، بس احنا شفنا ان انتوا عندكم حاجات كتيره فعلا مميزه، ممكن تخبر برضو الساده المشاهدين عنها؟ انا عندي بالاضافه للسيراميك وبالاضافه للمواد العنايه بالسيارات، انا عندي حاجه يمكن انا الوحيد اللي في الميدل ايست عنده، انا عندي صبغ مضيء. بمعنى كل الاصباغ العاديه اللي في العالم صبغ عادي، انا الصبغ اللي عندي من خلال ابلكيشن معين، طريقه صبغ معينه اوكي، بيوصل كهرباء وبيكون بيعمل جلوينج، مش مشع لدرجه انه يعني يعش العيون، لا بيخلي انه في اناره اضاءه. الاضاءه دي بيستفيدوا منها الشباب اللي عايزين يعملوا ديزاينات، اهل الدراجات. انا عندي زباين كثيره اللي هم الباجيز اوكي، الدراجات الصحراويه، الدراجات اللي هي الهاي بوزا السوبر فاست دي بتاعت الريسنج، ديل بيحبوا يعملوا الديزاينات، بيحبوا عاده الديزاينات اللي بيعملوها عاديه مطفيه، انا اللي عندي لا جلوينج. ممكن اوريكم، انا اخذكم جوله تشوفوا ال احنا شفناها ويعني دلوقتي احنا بنعرضها للساده المشاهدين عشان يشوفوا فعلا مدى الانبهار اللي موجود داخل هذا المحل. لا هي فعلا حتى الفكره نفسها عالميا جديده، عالميا جديده طبعا. وما في شركه واحده ما شفناهاش قبل كده داخل دولة. مش موجوده، مش في العالم كله مش موجوده، شركه واحده اللي بتصنع اوكي، وهي الشركه الوحيده اللي ناجحه. وسبحان الله يعني ربنا وفقنا ووقعنا معهم عقد احنا. فهي حصر ديك وداخل حصريا داخل الخليج، مش هنقول الامارات بس، في الميدل ايست كله، الميدل ايست في الميدل ايست. لكم التوفيق سيد محمد. طب اكيد ما شاء الله خطه كبيره وشغل يعني مميز زي ده، شايف حضرتك ايه الخطط المستقبليه اللي ممكن تعملوا ايه بعد كده كمان؟ احنا بدايه لنا 7 شهور او 8 شهور في السوق، فعندنا عاملين استراتيجيه لمده 15 سنه. اول سنتين بعدين انا بصدد اني اتوسع في ابو ظبي وفي دبي وفي كافه امارات الدوله ان شاء الله. تمام. السوق واعد، السوق واعد. الشعب الاماراتي شعب متقبل للحاجات دي، لانه شعب واعي زي ما حضرتك خبرتنا ومثقف. الشباب انا بيجوني هنا شباب اولاد يعني في عمر اولادي اوكي، بيجوا مع ابائهم مرات فبتكلم معاهم. الاولاد ما شاء الله عندهم خلفيه عن الامور اللي يعني لما تقارن نفسك بانت بعمرك، لا لا الفرق كبير. يعني انت بتتكلم عن حتى الزبون نفسه او العميل اللي بيجينا لما يقعد يتناقش معاك بتفرح انت. ليه؟ لانه هو عارف مطلبه وعارف انت امكانياتك. فلما تلقى الزبون واعي وفاهم بترتاح، انتوا الاثنين بترتاح بدل ما تقعد تشرح له كده. فلا غالبا يعني زبايننا الحمد لله واللي بيجونا هنا عندهم خلفيه واسعه، ده اللي بيعجبني انا. طيب ما شاء الله يا سيد محمد، قصه كفاح وتميز ونجاح، حتى لو المحل بقى له 7 شهور بس حضرتك موجود في الدوله بقالك فتره طويله وعندك خبره كبيره، اكيد كان في اشخاص داعمين ليك ومساندين ليك طول فتره حياتك العمليه والمهنيه كمان. عايزين نتوجه لهم بكلمه شكر، رساله شكر تحب تقول لهم ايه؟ انا في البدايه خلينا انا اجيبها باختصار، انا بشكر قياده دوله الامارات جميعا دون استثناء، ومش يعني مجاملة أو مبالغة. أنا عشت في الإمارات من سنة 81، والدي توفى سنة 1990 أوكي، والدتي كانت لا تعمل تمام، تكفل فيها الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير السعادة. الشيخ نهيان لعب دور في حياتنا مهما أنا أتكلم،
ومهما احكي ومهما اوصف ما راح اكفي حقه. فلك انت يعني انت فجأة لقيت نفسك يتيم ولقيت واحد حضنك، والى الان الشيخ نهيان على تواصل معانا وبيسأل عن الصغيرة والكبيرة، لأنه والدي كان صديقه أبدا ما نسى الصداقة. فدي رسالة شكر خاصة للشيخ نهيان بن مبارك، أتمنى أنها توصل. الله يديم على الصحة والعافية، أتمنى أنها توصل إن شاء الله توصل من خلال برنامج. وأنا على معرفة شخصية بالشيخ نهيان، لكن كنت أتمنى في يوم من الأيام أني أنا أقدر أقول كلمة الشكر دي بعد ما خلاص انا بقيت راجل كبير وعندي عيال، وعيالي على وشك انه يتزوجوا. ده كله بفضل رب العالمين وبفضل رعايه الشيخ نهيان لي انا واخواني. الله يحفظه يا رب. واحنا بدورنا كبرنامج رواد النجاح بنشكره وبنشكر معاليه على هذا النموذج الناجح الكبير اللي عامل فعلا صرح كار كير كبير جدا داخل العين وابو ظبي، وان شاء الله متوقعين لك يبقى داخل الخليج في اسمه شهر ان شاء الله باذن الله لزي 29 ان شاء الله. طيب اكيد برضو القصه دي ما كانتش هتكمل او هتبقى مميزه كده غير بدعم الشيوخنا، دعم دوله الامارات، الامن والامان، السلامه اللي بتتبعها الدوله. شوف يعني احنا في نعمه الامن والامان وتحب تتوجه للشيوخنا برساله شكر تقول لهم ايه؟ انا اقول لك كلام، انا قبل ما يوصلوا العمال هنا كنت بجيب لا 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 لا. بنقعد وبنحط البضاعة. أنا مرات كثيرة بنسى المحل مفتوح بالليل لما أكون تعبان، بخلي المحل مفتوح ما بتذكر إني قفلت الباب. بجي الصبح عشان أفتح المحل بلقاه مفتوح ولا شعرة ما بتتحرك من المحل. شوف الأمانة اللي إحنا عايشين فيه، محل فيه بضاعة لا يقل عن 2 مليون ولا مسمار، والله ما كان في مسمار بيتحرك. وما مره ولا مرتين، كثير بنسى. الحمد لله دوله الامارات نموذج الحضاره والامان والاحترام كله والثقافه والمناره وكل حاجه كله يعني ما شفنا في دوله الامارات الا كله احترام وكله تقدير، مش مجامله. وده بيرجع لفضل وتوجهات شيوخنا الله يحفظهم. اديك مثال، انا من ما تولدت وجيت الإمارات من أول مرحلة دراسية إلى أن تخرجت من جامعة الإمارات قسم اتصال جماهيري، أنا والدي ما دفعوا علي فلس واحد. يكفيك الدور اللي عملت الإمارات فيه، ولا درهم ما دفع فيه لا أنا لا أخواني. مجانية التعليم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الجامعية كله فضل الله يرحم الشيخ زايد وأولاده وهي دولة الإمارات. ما نقدر نقول أكثر من كده وبدون مجاملة. نموذج حي أهو، في نهاية لقائي معاك سيد محمد أنا بشكرك على هذا اللقاء الطيب وعلى سعب أو ثقتك اللي أنت تقول لنا شوية معلومات ويعني نعرف منك خدمات وسيرفيس أكتر، وإن شاء الله نجي لك في الفروع التانية نسوي معك حلقات أخرى. برحب بيكم دائما، أهلا وسهلا فيكم. وأنا دائما بدعو الشباب يبعدوا من تزويد السيارات والحاجات دي لأنها فعلا خطر. توجهوا للناحية الجمالية للسيارات، عالم جميل رائع جدا وفي نفس الوقت ما فيه مخاطر. فربنا يوفق الجميع وربنا ينجح الجميع ان شاء الله. يا رب. واتمنى لكم انتم برضو التوفيق ومشكورين على الاستضافه الجميله. ربنا يخليك سيد محمد، الشرف لينا اللي احنا استضفناك. كنا اليوم اعزائي المشاهدين داخل محل دي 29 كار كير مع السيد محمد الفاتح محمد عبدين، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في امان الله.